يقول السائل: هل الأسير الذي يؤسر في محل إقامته يتم صلاته أم يقصر؟ الأسير نعم نعم الأسير نعم الأسير أي الذي يؤسر في محل إقامته يتم صلاته أم يقصر؟ اللي يؤسر في بلده يتم الصلاة لأنه مقيم ما هو مسافر، يتم الصلاة لأنه ما دام في محل إقامته يعني في بلده أو في المحل الذي نوى الإقامة الطويلة فيه وأسر يتم الصلاة لأنه حاضر وليس مسافرا، ويصلي على حسب حاله. نعم.